في تونس تستمر منذ أمس في مدينة سيدي بوزيد وسط البلاد المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، وأكد شهود عيان أن الاضطرابات التي تعيشها المدينة منذ أمس احتجاجا على نقص فرص العمل وانعدام التنمية اندلعت تضامنا مع شاب قام بإضرام النار في جسده أمام مبنى الولاية، وذلك للاحتجاج على مضايقات موظفي البلدية ومنعه من مباشرة عمله كبائع متجول في سوق المدينة. وأضاف الشهود أن قوات الأمن استعملت القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق المتظاهرين، وأن المواجهات بينها وبين الشباب الغاضبين أسفرت عن بعض الخسائر المادية. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة التونسية السيد الحبيب الشابي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين. سيد الشابي، بداية، ما مدى حدة الاشتباكات التي وقعت في هذه المدينة؟ قبل الحديث باعتقادي عن الأحداث لابد أن نعود إلى الوقائع. الوقائع تفيد أن التي بحوزتنا تفيد أن الشاب محمد البوزيزي وهو خريج شعبة عربية هو في حالة عطالة، سعى إلى أن يضمن لنفسه شروط الدنيا لحياة كريمة من خلال الاكتساب الفوضوي لحسابه الخاص، غير أن بلدية المكان قد منعته بتعلة أنه لا يستجيب للتراتيب الجاري بها العمل، فأقدم على سكب البنزين على نفسه وبطبيعة الحال أحرق نفسه أمام بلدية المكان. فكان هذا الحادث المؤلم والدراماتيكي مصدر من مصادر ربما إثارة الغضب والتعاطف الواسع من قبل أصدقائه وأهاليه وجيرانه وبعض النشطاء في حقول متعددة من المجتمع المدني. هذه الحالة المؤلمة بطبيعة الحال لم تحز في نفوس أهالي هذه الجهة بل في نفوس كل التونسيين، وقد حاولت السلطات الرسمية إسعاف هذا الشاب. وتفيد آخر الأخبار أن صباح هذا اليوم قد تم نقله من سيدي بوزيد التي تبعد زهاء 300 كيلومتر عن العاصمة عن طريق طائرة عسكرية. وهو بصحة جيدة الآن أم كيف صحته؟ الأخبار حقيقة هنا متضاربة، ولكن نحن كصحفيين لابد أن نتحقق من خلال ربما شهادة الطب الشرعي. هناك أخبار تقول بوفاته وأخبار أخرى تنفي هذه الوفاة، ولكن الأكيد أن تم نقله بشكل على جناح السرعة صباح هذا اليوم عن طريق طائرة عسكرية عمودية من الجنوب التونسي إلى العاصمة بمحاولة إسعافه. الآن ننتظر ربما بيان من الطب الشرعي يؤكد حالة وفاته أو حالة استقرار صحته، لكن الأكيد أنه أصيب بحروقات بليغة من الدرجة الثالثة. سيد الشابي، ما الذي تعكسه مثل هذه الاحتجاجات يعني خصوصا في منطقة الوسط التونسية التي شهدت قبل أقل من 3 سنوات كما تعلمون أحداثا صاغبة في منطقة الحوض المنجمي مثلا؟ هي قضية ربما عطالة أصحاب الشهادات، هي هذه الوضعية لا تؤرق ربما جهة دون غيرها، هي تؤرق ربما المجتمع التونسي، معنا حكومة وشعب ومجتمع مدني وكل العاطلين والنشطاء واتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان وكل التونسيين تؤرقهم هذه القضية، لأن هنالك شبان خريجين هنالك تضحيات كبيرة من أولياء من أجل الوصول إلى هذه المراتب، ولكن نأمل أن القضية لن تتجاوز حدود هذه الحلقة، حدود حلقة ربما الاحتجاج عن محدودية فرص الشغل أمام هؤلاء الشبان، خاصة في المناطق التي تعد مناطق أقل حظا في التنمية. وما أسباب هذه المشكلة التفاوت التنموي بين هذه الجهات؟ والله هي الأسباب ربما عميقة تعود يعني ضاربة بجذورها في التاريخ، ربما تعود إلى المراحل السابقة من بعيد الاستقلال، لأنه هنالك فشل في سياسات تنموية لم تراعي جانب التوازن بين الجهات والتكامل بين الجهات، ولكن هذا لا ينفي أن هنالك مجهودات الآن جبارة على المستوى التنمي، هنالك حركية اقتصادية لافتة، هنالك نتائج اقتصادية تتحقق في تونس تضاهي 6% كل سنة، هنالك مساعي أيضا وهنالك مجهودات وسياسات تحاول إدماج الشباب
ونسبة العطالة تقلصت في تونس، رجعت إلى حدود بين 13 و14%، وهذا هذه الأرقام غير مبدعة مقارنة ببعض الدول ربما كإسبانيا التي يتجاوز فيها نسبة عطالة الشباب 40%. أشكر الحبيب الشابي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين، وكنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك.